الهند حادثة مروعة حدثت لامرأة أمريكية تم العثور عليها مربوطة بسلاسل على شجرة في غابة بجنوب بومباي بعد أن تركها زوجها السابق وهو من الجنسية الهندية لتلقى حتفها ببطء لمدة 40 يوما بدون طعام ولا ماء في الغابة. وتم العثور على الامرأة التي تبلغ من العمر 50 عاما عندما سمعها أحد المواطنين بالصدفة، لكنها كانت عاجزة عن الكلام فكتبت في المستشفى كل ما حدث لها.